314 حاله واقعه انتهاك ضد الصحفيين ما بين قتل واستهداف واعتقال ومنع تصوير ومنع دخول صحفيين اماكن المحاكمات. فده استهداف رسمي، واللي بيحصل الشغل ده اعتقال رسمي. انا مش عارف يعني ايه 650 يوم بتحقق معاه، ده كده اعتقال رسمي. مجيش تقول لي تسجل، ده سجن ودي قضيه، دي قضيه كرتونيه. اللي بيحصل ده هبل، هبل بمعنى الكلمه. كمان عايز اتكلم على رفيقي في زنزانه وعضو جبهه الثوار ياسين صبري في المعتقل منذ 12 يناير 2014، عشان كان معاه سيره في جبهه الثوار، معاه كتاب لمحمد لنجيب محفوظ. تاني هرجع اقول ان هو بيحارب الاعتقال. يعني ايه واحد معاه كتاب لنجيب محفوظ؟ مفيش مظاهره، مفيش شغب، ولا اي حاجه اتحرقت، ولا حد تم الاعتداء عليه، وتيجي تقبض عليه وتحكم عليه 4 سنين بدون مراجعات وبدون حضور جلسات وبدون ما تسمع كلمه من محامي او كلمه من متهم، وتيجي تديله 4 سنين وبعد كده ينزل جلسه برضه بدون مراجعات وتقول انها دي 3 سنين ولا قدم بيه. انهي بقى فريق؟ ياسين صبري كمان بيقول في رسائله القديمه في هذه السجون طال شبابا يجردون من ملابسهم ويظهرون في هذه السجون. تجلس انت ومع تجلس انت مع اكثر من 45 شخص في زنزانه لا تكفي 25 فرد. سيقطعون عنك المياه في هذه السجون لمده 22 ساعه. لو فكرت يعني تغني المقبلين مش هيسيبوك وهتدخل تقليل عشان بس بتغني. في هذه السجون شبابا يسبون مصر لانهم اعتبروا ظلما. انا عايز اعرفك عن التقديم. التقديم ده يعني احنا بنسميه في السجن مقبره الاحياء. التقديم ده عباره عن زنزانه صغيره عرضها 3 اشبار يد في طول 5 اشبار. انا اسمهم بنفس المجهود التقديم. انا خدت دي 3 مرات. مفيش حاجه اسمها حمام التقديم، مفيش حاجه اسمها اكل. تحط لك علبه بلاستيك تعمل فيها حمام بتاعك. مفيش حاجه اسمها هواء ولا نور ولا ميه. يجيب لك رغيف عيش وحته الجبنه طول اليوم، بفرح بفرح الزنزانه مره واحده، يدخل لك رغيف عيش وحته الجبنه وزيت ميه ويسيبك. مهما كان اللي بيحصل لك مش هياكلك تاني. ده التقديم. التقديم ده هو التعذيب بعينه.